هاي فلسطين، هاي مدن فلسطين، هذه مدن فلسطين، وهذا العلم الفلسطيني المعذب أيضا مثلنا. أنا حيفا بدك بحط لك هلا بحط لك خارطتها كيف شوارعها وأزقتها وأسماءهم من الناقورة لمدينة حيفا الكريمة 24 كيلومتر من عكا لحيفا 23 متر هيك 23 كيلو ومن وهيك دغري 12 كيلو 85 كيلومتر من يافا عروسة البحر وعروسة فلسطين للقدس 55 كيلو متر ما بين حيفا ما بين القدس وبيت لحم 10 كيلو المسافة مسافة 10 بدك مسافات المدن بقول لك قديش من يافا للرملة 18 كيلو عمري 20 كان في 48 20 سنة حملت البندقية في الجهاد المقدس في السرية الخامسة قائدها رفيق عويص أنا لما حملت البندقية حملتها بحق مش بدون حق للدفاع عن نفسي للدفاع عن عرضي للدفاع عن أرضي الإنجليز هم أساس نكبتنا فلسطين لما خرجوا منها الإنجليز يوم الجمعة 14/5 عام 1948 صباحا لما قبل ما يخرجوا سلموا كافة المنشآت الإنجليزية بأسلحتها بدباباتها بطائراتها بسياراتها بكل ما تملك بريطانيا في فلسطين كانت إيش سلموها لليهود ظليت بيجي 5 أيام في صيدا بعدين طلعت على بيروت على بيروت على بيروت على بيروت نطلع بيروت كمان على الشام على الشام ايه على الشام واطلع على عمان على عمان على الأردن على الأردن اطلع